أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل بالنسبة للشاب الذي وصل إلى 35 ولم يتزوج وأيضا لم يؤدي فريضة الحج حجة الإسلام بأيهما يبدأ؟ إن كان عنده مال يتسع للحج وللزواج فإنه يخير أيهما يقدم. أما إذا كان ماله قليلا ولا يكفي إلا لأحدهما فإنه يبدأ بالزواج ليعف نفسه. نعم.